أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، برحمته تغفر الذنوب، وبكرمه تستر العيوب، وبقوته تفرج الكروب، وبذكره تعالى تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، تشتاق النفوس إلى رؤياه، وتبتهج القلوب بذكر محياه. رفع الله له قدره، وأعلى ذكره، وجعل له السيادة على البشرية كلها. وقال الله في حقه تشريفاً له وإجلالاً وتعظيماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد، ففي مطلع شهر ربيع تذكر الأمة ربيع الدنيا بأسرها، تذكر أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر بحراً لا ساحل له، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، هو صاحب الحوض وصاحب الكوثر وصاحب الشفاعة، صلى الله على النبي المختار. عندما نذكر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فإننا نذكر محور الهداية وقطب رحى الأرض، نذكر من أخرج الناس بشرع الله من ظلمات الجهل إلى النور. ففي ميلاده ميلاد للأمة، في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم ميلاد
لأمة الإسلام، وكيف لا يحتفل بذكرى مولده الشريف والأمة تحتفل بالهجرة وتحتفل بالكثير من الأعياد؟ ألا يحتفل بميلاد سيد الخلق الذي أنقذ البشرية بما معه من نور وبما معه من بيان؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده الشريف، ونقف من هذا الميلاد موقف العظة والعبرة، نأخذ حلمه وجهاده، نأخذ عفوه وصفحه، بل وانظر إلى الله تبارك وتعالى وهو يخاطب سيد الخلق، يخاطب حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر إلى الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو لين القلب، لكن الله يحدثه بهذا المطلع القرآني حتى ينظر البشر إلى سيد الخلق في لين قلبه وفي عدم فظاظة قلبه، ينظرون إليه نظرة العبرة والعظة، فهو صاحب الكمال المطلق. يتصف بكل كمال بشري. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يقول له ربه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه مهمة القيادة، أنت القائد، أنت القدوة، فلا بد وأن يكون معك العفو، وأن يؤخذ العفو من خلالك لا من غيرك. فاعف عنهم واستغفر لهم، أيطلب لهم المغفرة من الله. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو لأصحابه وكان يستغفر الله لهم وكان يقربهم منه. ألا ترون
ما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال له: أي الإسلام خير؟ فنظر إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ أمران: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. يأتيه آخر فيقول له: أي الإسلام خير؟ أو أي العمل خير؟ فيجيب بإجابة مخالفة، فيقول له صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فقال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والسؤال متقارب أو قد يكون واحدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدرى بحال السائل نظر إلى الأول، فهو يعلم بفطنة النبوة وبما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من الغيب، نظر إلى الأول فوجد أن هذا الرجل يعيش في بيئة صحراوية، فيناسب حال هذا الرجل أن يقول له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام. فإطعامك للطعام في هذا المكان ألفة للقلوب بينك وبين من يمر بك. وانظروا إلى معالجة المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمور. ثم أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف حتى تؤمن كل من يمر بك. فإذا كنت في بيئة صحراوية فهذا هو أفضل الأعمال بالنسبة لك، وهذا هو خير الإسلام وأفضل أعمال الإسلام. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الآخر وقد قال له نفس السؤال، فتغيرت الإجابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. كل ذلك كان من صحابة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن الأمور كلها، يجيب عليها بما يصلح حال الفرد ويصلح حال المجتمع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم العفو مبدأ، وكان نعم العفو عفوه صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يعفو عمن ظلمه
ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. هذه آداب. حينما يدخل مكة فاتحا فيدخل وينزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فكان شأنه التسبيح، ويقول له واحد من الصحابة وقد رأى النيران قد أضاءت، فيقول له: يا رسول الله، اليوم يوم الملحمة. فيوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اليوم يوم المرحمة، إنه رحمة للعالمين، رحمة لجميع البشر، لا لأمته فقط، وإنما هو رحمة لجميع الأمم. صلى الله وسلم وبارك عليه. إننا حينما ننظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام مولده الشريف، نطرح على المسامع ما كان من شأن سيد الخلق، وما كان من أخلاقه الجمة، وما كان من تواضعه الشريف. فزكاه ربه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فصاحب الخلق العظيم علينا جميعا أن نكون تحت منوال هذا الخلق، وأن نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. فالمشهد واضح، والمشهد ينبئ عن نفسه: إنه سيد الخلق، أعطاه ربه الخلق، ونور قلبه بخلق القرآن. حينما يأتيه رجل يأخذ بتلابيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي يمسك بملابسه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أدي علي مالي، ما علمتكم يا بنو عبد المطلب إلا قوم مطل في أداء الحقوق وسداد الديون. فينظر إلى هذا الرجل الفاروق عمر وقد أخذته الحمية وأخرج سيفه من غمده ومن جرابه: كيف تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ أراد سيدنا عمر أن يفتك بالرجل، فبماذا وجهه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يضع سيفه في غمده وفي جرابه، وقال له: يا عمر، إن لك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، وما كان هذا الدين على رسول الله، ولكن كان على عمه.
انظروا إلى هذه الصورة. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عمر، خذه وأعطه ماله وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. إنه سيد الخلق، حينما نذكره لا بد وأن ننظر إلى هذه الأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعنا في يوم أكلت فيه الحقوق ولم تسدد فيه الديون. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعالج الأمور كما قلت في مطلع حديثي بفطنة النبوة، وقد مكنه ربه من ذلك، وهو رجل يذهب ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقال له عمير بن وهب، جلس مع رجل آخر عند الكعبة يسمى صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، فاستمع إلى صوت السيوف، ثم قال واحد منهم للآخر: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا يوم بدر؟ هذا الرجل المشرك يشتكي لأخيه المشرك فيقول له: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا يوم بدر؟ فقال له عمير بن وهب: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لذهبت إلى محمد لأقتله. ده عمير بن وهب بيقول لمين؟ لصفوان ابن أمية، بيقول له: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لذهبت إلى محمد لأقتله. وصفوان ابن أمية انتهز الكلام وانتهزها فرصة، فقال له: أولادك أولادي، أواسيهم بمالي ولا أحرم أحدا منهم، ودينك علي. يبقى المطلوب منك إيه؟ إنك تروح تقتل محمد. أولادك أولادي، أواسيهم بمالي ولا أحرم أحدا منهم، ودينك علي، واذهب إلى محمد لتقتله. فذهب عمير بن وهب واستل سيفه وذهب إلى المدينة. يبقى المقصد بتاعه راح منين؟ من مكة للمدينة. المسافة كام كيلو؟ ها، 450، 500 كيلو. المسافة دي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم، وجاء عمير بن وهب إلى المدينة فرآه سيدنا عمر، فلما رآه سيدنا عمر بن الخطاب قال عمير بن وهب: وجهه لا يأتي بخير. عرف إن هو إيه؟ جاي الهدف.
فذهب خلفه إلى رسول الله وأمسك به أمام رسول الله، فسأله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لأسير أفديه بالمال. أسير من أسرى بدر أفديه بالمال. طب هو جيل كده يا أخوانا؟ قصده كده؟ مش قصده كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني القول يا عمير، قل لي الحقيقة، أنا عايز أعرف الحقيقة. فقال: ما جئت إلا لهذا. أنا ما جيتش إلا لإيه؟ للموضوع ده. فقال له سيدنا رسول الله: أصدقني القول يا عمير. فقال: ما جئت إلا لهذا. فقال له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أما وقد كتمت سبب مجيئك إلى هنا؟ فإني أقول لك سبب مجيئك. أنا هقول لك على إيه اللي جابك. ما جئت إلى هنا إلا بعد أن جلست أنت وصفوان عند الكعبة وقلت لصفوان: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لذهبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: أولادك أولادي، أواسيهم بمالي ولا أحرم أحدا منهم، ودينك علي، واذهب إلى محمد لتقتله. فذهبت وشحذت سيفك وجئت إلى هنا، والله حائل بيني وبينك، والله حائل بيني وبينك. فقال عمير بن وهب: أما وقد كنت بعيدا عنا وقد اطلعت على ما في قلوبنا؟ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف القلوب تتغير وتتحول، تتحول القلوب، والله هو الذي يقلب القلوب. وكان من دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. إذن فأنت أمام خلق، وخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم نحتاجه، نحتاجه في أيامنا هذه وقد كثر اللغط وتكلم الناس بما لا يعلمون. انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، إلى هديه الشريف، حينما كان أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم يخير بين أمرين كان لا يختار إلا أيسرهما، كان يختار الأمر اليسير، كان لا يتشدد في غير موضع التشدد. ومن هنا ميزة الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، لم يقل عسر، و
وإنما قال إن هذا الدين يسر. فسماحة الإسلام متمثلة في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إن مع العسر يسرا، مع العسر يسرا. فانظروا أيها الأحبة، انظروا بعين البصيرة، وكيف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون في أمر الدين في غير موضع التشدد. إنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نتعلم من أخلاقه أن نتأدب بأخلاق الإسلام. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، وإنما كان يعفو ويصفح ويعطي ويمنح. إنه النبي المختار. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على جميع الأمم، بأمتك أولا. فالأمة تشهد لكل نبي أنه بلغ، ويأتي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليصدق على شهادة أمته صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي تبشر بالخير صلى الله عليه وسلم، ومبشرا ونذيرا، تنذر كل من كان في قلبه شك، تنذرهم عذاب الله، وتنذرهم وتحذرهم من المعاصي، ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وانظر إلى هذه الآية: وسراجا منيرا. فما الفرق بين السراج المنير في حق سيدنا رسول الله، وما الفرق بين ضوء الشمس؟ وقد قال الله في حق الشمس: سراجا وهاجا. قال العلماء أن السراج المنير يعطي ضوءا ولا حرارة فيه، ينظر إليه الإنسان فيحب أن ينظر إليه مرة ثانية. السراج الإيه؟ المنير، الذي وصف به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما السراج الوهاج فهو وإن كان يبعث ضوءا إلا أن فيه حرارة، فالضوء قد يتعب العين كما أن الحرارة قد تؤذي البشرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ما نادى الله عليه باسمه المجرد فلم يقل له يا محمد، وإنما قال له يا أيها النبي ويا أيها الرسول، حتى حينما ذكر باللفظ المجرد ذكره مقرونا بالرسالة. احنا لما ننظر
بقول الله تبارك وتعالى في حق الأنبياء من لدن آدم إلى سيدنا رسول الله، هنلاقي المولى تبارك وتعالى يقول في حق سيدنا آدم أبو البشر: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا إبراهيم أعرض عن هذا. كل هذه إشارات أن الله سبحانه وتعالى نادى على جميع الأنبياء بأسمائهم. أما مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه، هو حبيبه، نأخذ هذا عندما جاء رهط من الناس أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد: لا عجب وأن يتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الثاني: ولا عجب وأن يكلم الله موسى تكليما. وقال الثالث: ولا عجب أن يخلق عيسى من روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى هذا الحوار وأخذ ينظر في نفسه في أي موضع وفي أي مكان مع هؤلاء الأنبياء، فجاءه الوحي: إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، والحبيب أعز من الخليل، وإن كنت قد كلمت موسى تكليما فقد كلمته من وراء حجاب. انظروا وانتبهوا، حينما كلم الله موسى تكليما قال الله له تبارك وتعالى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وإن كنت قد كلمت موسى تكليما فقد كلمته من وراء حجاب، أما أنت فعلى بساط أنس الله يا محمد. وإن كنت قد خلقت عيسى من روحي فقد جعلت اسمك بجوار اسمي، فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا ويرد عليه محمد رسول الله. إن الحبيب المصطفى والرسول المجتبى لا يحتاج منا إلى صلاة تنفعنا نحن، فكما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تكون الصلاة من الله؟ الصلاة من الله معناها الرحمة، رحمة له صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة استغفار له صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ذنب له. طب إذن لما تستغفر له الملائكة يكون في ذلك رفعة لدرجته صلى الله عليه وسلم. والصلاة منا
نحن المؤمنين، الصلاة منا نحن تنفعنا، فما من أحد يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورد الله إليه روحه فيرد عليه السلام. وفي رواية أخرى إن الله تبارك وتعالى وكل ملكا ليرد السلام على من سلم علي من أمتي. فأكثروا من الصلاة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فالصلاة نور وبرهان وضياء يوم القيامة. ويحضرني ما قرأته لأحد الصالحين أنه كان يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله كثيرا، فدخلت عليه الزوجة في ليلته فرأت أن الحجرة مضيئة ولا سراج فيها، فسألته عن ذلك فقال: من كثرة صلاتي وسلامي على رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما ننفع به الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم واشملنا بشفاعة سيد المرسلين، احشرنا تحت لوائه لواء الحمد يوم القيامة. اجمعنا على حوض نبيك واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.